هنا عندنا ايه يا دكتور؟ والله هنا دي فاترين خاصه بالناشين والقلادات المهداه للملوك في عصر الخديوي اسماعيل، وبعض القلادات المهداه في عصر الملك فاروق، وبعض زراير القمصان الكافلينجز اللي هي استخدام زراير القمصان، ودي بعض ده للملك فاروق كلها العلويه، الملك فاروق والملك فؤاد ومحمد علي. دي صوره مثلا حضرتك من الفضه الخالصه، ويقال ان هي معموله بالليزر، ان هي يعني بتتفرد درجه 360 درجه، ما بيبقاش باين منها حاجه، فضه قطعه فضه لازم تبقى فيها ميل عشان تبان في الاضاءه. فعلا. طب دي قلاده ايه؟ دي قلاده الملك فؤاد، دي قلاده الملك فؤاد الذهبيه، من اعلى الدرجات اللي انتوا جبتوها من يعني هل هذه الاشياء كانت موجوده والله هنا؟ والله كانت اثار مسترده في عهدة زميل لينا يعني، وكانت مخزنه بالمتحف المصري. فما فتحنا الحمد لله ابتدت بعض القطع تجينا بقى من المتاحف الاخرى والمخازن عشان نعرضها على الجمهور ويعرف تاريخها. شيء رائع. ودي نياشين بقى لل دي يا فندم برضو نياشين ملك فاروق، دي قلاده الملك فؤاد واوسمه بقى تانية حضرتك. وشايف في دلايه هنا، الدلايه الحمراء دي على شكل المانجا. في عندنا سوري حمار ده، ايوه بص حضرتك لو احنا ده حمار ايه ده بيهز، ده بروش معمول، ده بروش بص حضرتك ده من الدهب الخالص. بروش تاني وحلق على شكل راس حصان. وبروش ودول كانوا بتوع مين؟ دول الاميره فوزيه، الاميره فايقه. ده خاص وهم صغيرين يعني، وهم صغيرين بروشات وهم بالزبط. صغيرين الاميرات بيلبسوا البروشات، البروش اللي هو زي الحمار وراسه بتتهز. بص حضرتك الراس نفسها والبروش التاني دقة نفسها في الوقت على سوستة يعني. البروش معمول احنا بنتكلم في سنة كام كده؟ يعني حضرتك ده من حوالي 150 سنة على الأقل. والبروش معمول بالذهب ودقة التصنيع شيء رائع. طب وده ده عبارة عن دبوس رجالي للبدلة، دبوس بدلة بتاع الملك ومرسوم عليه ده الملك فاروق صح؟ ايوه فندم. وهنا دي عملة تذكارية ولا ايه؟ عملة يعني مش عملة تذكارية، هي قلادة يعني بتتعمل بقى في نيشان او في وشاح وبتتسلم في المناسبات.